بحضرتك كل سنة وانت طيب دكتور محمد. أهلا بحضرتك وسهلا. من ساعتين بالفعل تم افتتاح معرض حديقة الأرمان، الجديد اللي فيه؟ يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك، وكل عام وحضرتك بألف خير. إحنا ليلة من شعبان، وكل انت طيب تمام خير يا رب إن شاء الله، وكل الشعب المصري كل الإنسانية يا رب بخير يا رب. آمين يا رب إن شاء الله. اتفضل. طبعا احنا في اطار الاستعداد لشهر رمضان، احنا كان في عندنا مجموعه من المنافذ كان تم فتحها. احنا عندنا 243 منفذ ثابت كان تم فتحهم، اضافه الى مجموعه من المنافذ المتنقله وعددها 30 منفذ. كل دول كانوا موجودين وبيقدموا خدمات للمواطن واحتياجات المواطن المصري من السلع والمنتجات الرئيسيه اللي بيحتاجها البيت في مثل هذه المناسبات. وكمان احنا كان تم افتتاح مهرجان التمور، وطبعا مهرجان التمور بيقدم كل انواع التمور وكل مازال مفتوح يا دكتور موجود محمد. موجود بالظبط. والاسعار ايه؟ الاسعار ايه؟ مطمنا بالمره في مهرجان الأسعار التمور. الاسعار بتبدا من او يعني في مختلف الشرايح، يعني احنا عندنا قائمه كبيره جدا من الاسعار، من اول يمكن اقل من 20 جنيه موجود، وموجود لحد كل المستويات موجوده، وتقدر يروح بشكل اي حد اي شريحه من الشرائح يقدر يلاقي احتياجاته باسعار مناسبه، ودايما بتكون اقل من سعر السوق بشكل كبير. وده مهرجان التمور الحقيقه موجود. والنهارده كمان زي ما حضرتك ذكرتي معالي وزير الزراعه في ضمن المهرجان، وبيرافقه السيد محافظ الجيزه والسيد وزير التموين، وبيتم افتتاح مهرجان خير مزرعنا لاهالينا او معرض خير مزرعنا لاهالينا. وده من المعارض الممتازه، لان احنا بنتكلم ان احنا بناخد خير المزارع التابعه لوزاره الزراعه وبنعرضها في المعرض وباسعار مناسبه، لان احنا بنقلل من الحلقات الوسيطه اللي ممكن تكون موجوده في النص، واللي ممكن تؤدي الى رفع الاسعار بشكل او باخر على المواطن المصري. فاحنا بنتجاوز خير مزارعنا لاهالينا، معنى كده اللي موجود اللي تم افتتاحه من ساعتين وما زال الافتتاح قائم الان، كل ده من او معظمه من انتاج وزاره الزراعه. بالظبط، من خير وزاره الزراعه، من خير مزارع وزاره الزراعه، وخير المزارع المصريه اللي موجوده، لان الدوله المصريه كمان كانت بتقوم بجهد كبير في الفتره الاخيره علشان تفتح مزارع وتساعد في تعظيم الانتاج الزراعي بمختلف الاشكال، وبنشوف مشروعات عملاقه بيتم تنفيذها. فكل ده الحقيقه بيكون موجود في هذه المعارض، وده فرصه لصغار المزارعين هم يعرضوا منتجاتهم، فرصه لعرض المنتجات المصريه. ايه المعروض يا دكتور محمد؟ كل احتياجات البيت المصري. لا يعني بنتكلم في خضار، بنتكلم في فاكهه، بنتكلم في لحوم، بنتكلم في دواجن، ما هو كل الاحتياجات كل اللي هي ايه؟ كل ده موجود، كل ده موجود، زيوت، خضر، لحوم، دواجن، كل احتياجات البيت المصري متاحه داخل هذا المعرض. ويقدر المواطن المصري يشتري احتياجاته باسعار مناسبه جدا، لان لسه الاسعار فيها بتصل في بعض الاحيان الى 30% نسب خصومات مقارنه بسعر السوق. فده فرصه كبيره موجوده امام المواطن المصري علشان نوفر احتياجات المواطن المصري باسعار مناسبه واسعار محدوده. ايوه طيب. إيه احنا بنتكلم في ايه؟ اسعار اقل من بره بنسبه 30% زي ما حضرتك قلت. هل اتفضل. من 20 واحيانا بتوصل ل 40%، احنا بنتكلم في متوسطات، يعني ممكن يكون 30% او ايوه تمام. هل ده بينطبق على كل السلع اللي موجوده؟ طبعا موجوده، كل السلع معمول عليها اسعار، معمول عليها اسعار مناسبه جدا واسعار اقل من سعر السوق بشكل كبير. زي ما قلت لحضرتك، احنا مش بس هو مش معرض فقط بنبيع فيه المنتجات، انما احنا كمان بنعرض فيه خير المنتج المصري، وبنقلل من الحلقات الوسيطه اللي بتخش فيه، وبالتالي ده بيبقى فرصه ان يبقى فيه تقليل من التكلفه اللي ممكن يتحملها المواطن المصري، وتوفير منتج عالي الجوده كمان بيكون موجود من خلال هذه المعارض، من خلال هذا المعرض. وشفنا الدوله مش بس مبادره خير مزارعنا لاهالينا، مختلف المبادرات ومختلف الفعاليات اللي بتنفذها الدوله المصريه علشان توفر احتياجات المواطن المصري باسعار مناسبه واسعار مقبوله. امتى يتفتح للجمهور؟ هو دلوقتي تم افتتاحه خلاص، واصبح المواطن اي مواطن يقدر ياخد احتياجاته من خلال المعرض، وهو موجود داخل معرض او داخل حديقه الارمان، ويقدر اي مواطن يلاقي احتياجاته ويقدر يجي في اي وقت يشتري اي مستلزمات. طيب باي كميه؟ ما فيش اعداد محدده او كميات محدده بالنسبه للمواطن اللي عايز يشتري اي سلعه من السلع؟ لا خالص، ما فيش اي. احنا الدوله يمكن
الدوله المصريه من الدول القليله اللي كانت حاطه فتح المجال للمواطن لاشتراء احتياجاته. في دول كتير كانت بتعمل تقنيات، الحمد لله احنا عندنا كل الاحتياجات تقريبا متوفره. وطبعا يعني احنا مش هنناشد يعني او مش هنقول اللي بيتقال كل فتره موسم ان احنا في موسم رمضان واحنا نشتري احتياجاتنا والحاجه متوفره وكميات كبيره وباسعار مناسبه ودايما موجوده طوال العام فنشتري احتياجاتنا، ما فيش داعي ان احنا نزود من حجم الشراء، ولكن يعني الحاجه كلها متوفره ومتاحه في الاسواق وباي كميه مطلوبه ان شاء الله. مواعيده من كام لكام هتبدا للجمهور دكتور محمد؟ احنا بنبدا كل يوم متاحين وبنبدا من 10 صباحا بنستقبل الجمهور وبنفضل شغالين لحد ما ينتهي كل جمهور من شراء احتياجاته. يعني ما فيش ميعاد محدد للغلق يعني، مش الساعه 6 4 كده يعني. من 10 ل 4 بيكون متاح، ولكن احنا دايما يعني بيبقى لو في اي مواطن جوه بيشتري احتياجاته ما بتتاخرش غير لما تخلص. هل في سلع جديده من انتاج الوزاره موجوده في المعرض هذا العام؟ احنا قلنا كل احتياجات المواطن المصري. التمور هتبقى في المعرض ده لان احنا كمان مهرجان التمور موجود في المعرض. بقوليات موجوده يا دكتور محمد؟ كل الاحتياجات موجوده، كل احتياجات المواطن المصري. تمام، مفتوح لغايه امتى؟ من النهارده لغايه امتى؟ احنا فاتحين، احنا مستمرين في عمليه الفتح وهيفضل متاح ان شاء الله. يعني احنا وفقا لتوجيهات القياده السياسيه في هذا الامر احنا فتحنا يعني هذا العام او فتحنا السنه دي، وهنفضل مستمرين يعني حتى بعد شهر رمضان هنفضل مستمرين لحين ما يعني يبقى في تنسيق بان خلاص ما تلبينا احتياجات المواطن المصري، هيفضل متاح ان شاء الله فتره. من عشان كده بسأل حضرتك لغاية إمتى عشان نقول للناس إنه هذا المعرض اللي تم افتتاحه اليوم أو منذ قليل مستمر حتى ما بعد رمضان. أقصد من ده إنه مفيش داعي لإن إحنا نجيب ونخزن، لا موجود وخدوا حاجتكم أول بأول وهي موجودة بالفعل في المعرض. بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك دكتور محمد.